غاية في الأهمية مع اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة. منورنا سيادة اللواء، أهلا وسهلا بيك. حبيبي يا كابتن امير، ازيك؟ أخبار حضرتك يا فندم؟ كله كويس؟ ربنا الحمد لله بخير. الحمد لله. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال دلوقتي. نعم. في شكوتين، شكوى من الزمالك وشكوى من بيراميدز ضد اللواء ثروت سويلم في لجنة الانضباط. تعليق حضرتك إيه على الشكاوى دي؟ لا، أنا طبعا شكوى نادي الزمالك كل احترام ليها، حتى في طريقة إبداء الشكوى بتكلم على شكوى من ناس مسؤولة وناس بتتكلم على مسؤولية محترمة، وبيديروا كيان محترم. سيبك بقى من إيه يعني إن تقديم شكوى والكلام ده، هو كل واحد بيشوف إن هو ليه حق معين، فبيشوف الطريقة الشرعية إن اللي يكتسب حقه. فهم رأوا إن هم يلجأوا إلى لجنة الانضباط وقدموا شكوى فيا، بالرغم ان انا طبعا ما كانش في اي سوء قصد ان انا اقلل من مكانة نادي الزمالك، وما بقولش الكلام ده عشان يعني ايه لا ممكن يسحبوا الشكوى ولا لا تتخفف الشكوى خالص. انا لما بقول لك الكلام ده بقول لك الكلام ده عن عمد، ان انا لم اقصد نهائيا طبعا ان انا يبقى في اي اساءة لا لنادي الزمالك ولا لاي نادي. فبالنسبه لشكوى نادي الزمالك من حقهم طبعا، ولكن هم في طريقه عرضهم الشكوى وتقديم الشكوى بتاكد ان الناس دي مسؤوله وناس كلام ليهم جميل. كيان. غير بقى النهارده لما فاجأ بس ان نادي قبل ما نروح للجزئيه الثانيه، بالمناسبه الناس في نادي الزمالك لسه واخده على خاطرها شويه، لو حابب تقول لهم حاجه او رساله لا مش معينه. معنى لا معنى لما جيت اقول لهم يعني انا ما اقصدش وبتاع، قال لك هو عمال يعتذر في كل القنوات. لا، انا يعني فعلا انا بكون كل احترام لمجلس اداره محترم اوكي ونادي محترم، تمام. ولم يعني ما قلت ان الزمالك خارج المنافسه ما كانش في تقليل من نادي الزمالك، يعني لعيبه محترمه وانا بقى يعني بقى لهم صداقات مع اغلبهم يعني، لكن خدوني بقى باهلاوي وبيتكلم عن الاهلي ودخلوا النادي الاهلي في المشكله. فانا بقول لك لا، يعني من حقهم يقدموا شكوى بالاحترام اللي عملوه وبالتقدير في كتابه الشكوى والتقدير للمسؤولين في اتحاد الكوره والرابطه. يعني لما تشوف حتى بيان نادي الزمالك بتتكلم عن بيان طالع من مؤسسه يعني لها كيان اختارت المسؤولين اللي عندها باقتدار، عكس ايوه وفوجئت انا من انا ما شفتش بيان نادي بيراميدز، لكن نادي بيراميدز اللي كان يعني المفترض انه عارف لما نادي يتكون كده بقوه وبكيان محترم، نادي بيراميدز بدأ عملاق اخوه أكيد. سعوديين واماراتيين على مستوى عالي محترم، استثمار عربي محترم طبعا لهم كل احترام، قال لك نعمل نادي في مصر، عملوا بدأوا بدايات قويه جدا واختاروا كيانات محترمه من مصر، نجوم كوره وكابتن حسام البدري كابتن احمد حسن، حاجه رموز للكوره في مصر يتولوا اداره النادي ده. فعارف نادي ولد عملاق، وكل احترام طبعا لمؤسس النادي، ناس محترمه جدا وصرفوا يعني يعني جابوا احسن لعيبه في مصر واختاروهم في النادي. فكنت بتتكلم على نادي بيراميدز انه جاي ينافس النادي الاهلي ونادي الزمالك، لكن لما تبص تلاقي ان بدات اختيار المسؤولين فيها او الاداريين فيها بطريقه يكتبوا بيان يسيئوا لرموز اتحاد الكوره ورموز رابطه الانديه، بيمثلوا مؤسسه عسكريه محترمه والشرطه ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتيجي تقول الناس دي ما بتفهمش دي مش عارفه حاجه، ده مش مقبول نهائي. المصطلحات اللي ذكرت في البيان التعبيرات مضايقه الرابطه، مظبوط كده يا فندم؟ مضايقه الرابطه ومضايقه الاتحاد، ولو ما اتضايقوش يبقى قصه تانية مختلفه. انا عن نفسي انا بكلمك بصفه شخصيه، مثلا غير مقبول اصلا ان اي حد في الناس دي يتكلم بالطريقه دي. انا بكلم حضرتك كل احترام لملاك النادي، اوكي، ناس محترمه وناس عاوزه تعمل حاجه في مصر وبيعتبروا مصر بلدهم التاني. أكيد. لكن لما تيجي تختار مسؤول مش فاهم اللي بيتعامل مع مين وبيتعامل مع مؤسسه رياضيه وكيانات محترمه، لا لازم يبقى في وقفه. وانا قلت لحضرتك، قلت لك انا يعني بعيدا عن اي شيء ما كانش فيه اتخاذ قرار هيبقى موجود للناس دي، لانك انت من حقك تعترض ومن حقك تتظلم من اكيد اكيد القرار. اي نادي حقه يعترض او اي اداره حقها تعترض. بس وعشان كده قلت لحضرتك شوف الفرق ما بين بيان نادي الزمالك وبين بيان
نادي بيراميدز، انت حسيت ان ماتش سموحه وبيراميدز ده موضوع فيه حاجه، او بيراميدز والمقاولين، او اختار الطريقه الشرعيه المحترمه. انت بتمثل ملاك للنادي، ناس مستوى عالي جدا وناس محترمه جدا، وفعلا يعني ما تتعامل معاهم ناس على قمه الاخلاق والاحترام وحابين مصر جدا، لكن انت بتوصل لهم رساله احنا مش عارفين ناخد بطوله عشان الرابطه واتحاد الكره ضدنا. طب شوفوا احنا بيعملوا فينا ايه؟ لا ما حدش بيعمل فيك حاجه. وانا قلت لحضرتك يا كابتن امير قبل كده ان جدول المسابقه وجدول الدوري في وجود شخص مثل الكابتن عامر حسين مش هتلاقي فيه مجامله، لكن هو مش هيكون في مجامله. في مشكله عندنا كابتن امير ان ما حدش بيطلع يبرر القرار، ودايما كنت وانا في اتحاد الكره كمان وانا في الرابطه بقول لهم لابد لما اعمل قرار اخد قرار النهارده اقول ان ماتش بيراميدز وسموحه هيتلعب بس هيستكمل، لازم اطلع اقول انا قلنا كده عشان احنا خدنا تقرير حكم المباراه وتقرير مراقب المباراه وتقرير محافظه اسكندريه اللي كلفت بانها تعمل لجنه تشوف اساس الحريقه دي ايه؟ هل ده اهمال؟ هل ده في مساوئ او معينه او ظروف معينه؟ طب ما دي فكره كويسه يا سياده اللواء، ليه ما يبقاش في متحدث رسمي باسم الرابطه مثلا؟ احنا بنتحدث اهو. انا فاهم يا فندم، بس انت بتتكلم في حته ايه؟ في حته ان لازم يكون في توضيح بشكل مباشر، بس حضرتك في معظم كلامك بتقول ده رايي الشخصي بعيدا عن الرابطه. لا بس انا بكلم حضرتك، لا انا بكلمك على الرياضه بصفه عامه، مش بتكلم على اتحاد الكوره ولا رابطه الانديه، انا بتكلم لابد ما يبقى في قرار لازم ابرر قراري عشان ما اخليش فيه فتن رياضيه. بالظبط، ده هيقول دي جزئيه ده مهمه هيبرر جدا. طبعا كل واحد هيبرر من اتجاهه. انا عشان كده طلعت وقلت لحضرتك لا احنا القرار اللي اتاخد من لجنه المسابقات اتاخد بناء على ثلاث تقارير، تقرير مراقب المباراه وحكم المباراه ومحافظة اسكندرية. طب انت حضرتك كنادي بيراميدز حسيت بالقهر والظلم، اتظلم بطريقة مشروعة تاخد بيها حقك، لكن ما تسيئش لرموز في اتحاد الكورة، نجوم كورة محترمين، استاذ جمال علام رئيس الاتحاد راجل محترم، والاستاذ خالد الكرندلي، ورابطة الاندية حدث ولا حرج، عندك اللي هو صفي بسيوني يعني مش عاوز اقول لحضرتك تاريخ، والنائب احمد يعني كل الناس طبعا عماد. على المستوى الشخصي يا فندم كلهم محترمين، ربما البعض يختلف على المستوى او اسلوب الاداره، ده وارد جدا طبيعي ما فيهاش اي مشكله. يا باشا وارد الشخصي. وارد يا كابتن امير ان اي حد يخطئ، هو طبعاً. عيب ان انا اخطئ؟ لا طبعا هو ده عيب ان طبيعي، انا اقول ده طبيعي لحضرتك اصلا. انا لما جيت يمكن لم اوفق في حديثي فحصل كلام معايا زعل ناس معينه فانا بعتذر، ده مش عيب ولا يقلل مني حاجه، لكن انا النهارده عشان اكتب بيان فالبيان ده اتقرا مره واثنين وثلاثه وتراجع وبعدين اتمضى، وان انا اسيء لرموز الكوره في مصر بالطريقه دي لا طبعا غير مقبول، ولا الملاك النادي نفسهم المحترمين دول يقبلوا ان النادي بتاعهم اللي اتصرف عليه كتير واتعمل كل جهد عشان ياخد مكانه معينه انه يبقى بهذا الصوره يعني او بهذا البيان. كان في نيه عند الرابطه ان انتوا تردوا على بيان بيراميدز من خلال بيان رسمي، اعتقد حضرتك كان ليك تصريحات في الاتجاه ده مظبوط؟ أنا بكرة إن شاء الله في اجتماع للرابطة وأعتقد يعني لازم هو في موقف، ولازم هو في موقف من اتحاد الكورة يعني لما يتهم اتحاد الكوره بان هو ما يعني مش ممكن يكون فاهمين في حاجه. بيان مشترك لان اتحاد الكوره برضو بيجهز لرد بكره طبقا ده الاكيد للاعلان. يعني ده الاكيد يعني اي حد عنده شعور بالمسؤوليه وشعور انه ما يقبلش حاجه زي كده لازم يرد، ولازم يقول الكلام ده غير مقبول بالمره، ولازم الناس دي يبقى في رد فعل بالنسبه لها. طيب وزي ما قلت لحضرتك ده بعيد تماما عن ملاك النادي مفهوم المحترمين لان دول اخوه عرب مفهوم جايين يستثمروا في مصر هنا.